كنت قريب لي من يوم ما ترسمت 15 سنة اللي فاتوا، وبالأكثر السنوات الأخيرة كنت ملاصق لي يكاد يكون يوميا معاه، بشوفه في خدمته، بشوفه في كلامه، بشوفه في تصرفاته. فالواحد وصل لقناعة مهمة جدا، إيه هي؟ إن سيدنا إنسان عظيم جدا في قدسته، في أمانته لربنا. وبصراحة أي حد هيتكلم عن سيدنا هيتكلم حسب حجمه هو، مش حسب حجم سيدنا. فدوت مش هيقدر يتكلم عن عظمة هذا الإنسان. زي ما احنا بنيجي نتكلم، طبعا القياس مع الفرق، لما بنيجي نتكلم عن ربنا كل واحد بيتكلم من وجهة نظره. واحد يقول لك ربنا دوت بيفرح نفسيتي لما كنت متضايق، واحد تاني يقول لك ربنا ده حل مشاكلي، واحد تالت بيصلي يقول لك ربنا دوت بيمتعني بالوقفة قدامه. مين فينا يقدر يتكلم عن سيدنا إذا ما كانش في قامة سيدنا؟ دي عملية صعبة. هحكي لكم الأول حبة حكايات من حياة سيدنا، ولو سيدنا الأنبا دانيال تأخر هكلمكم عن التدقيق في حياة قداسة البابا. سيدنا كان ممكن يتعرض للموت مرات كثيرة في حياته، وربنا أنقذه منها كلها بمعجزات علشان يجيبه للكنيسة ويحافظ عليه رأس الكنيسة. مرة وهو شاب صغير كان معاه أخين كبار، أخوك الأستاذ رفائيل والأستاذ شوقي اللي هو بقى أبونا بطرس، وكانوا في وجه بحري ومسافرين بالقطر، وكانوا متأخرين على ميعاد القطر. فركبوا عربية حنطور، ووصوا الراجل بتاع الحنطور من فضلك يا عم، تعرفين حنطير زمان كانت تمشي بالراحة كده، هوت يعني الدنيا كانت مرحرحة شوية، من فضلك يا عم احنا مستعجلين وميعاد القطر قرب يخلص، فمن فضلك اجري بسرعة. وقالوا له هنديك بقشيش كويس قوي. الراجل الظاهر حتة البقشيش ديت عجبته، فبدل ما يجري لسوع الحصان بطريقة جامدة جدا، فالحصان من كتر الضرب راح هاج، وراح الحنطور كان هيتقلب والدنيا تعطلت. المهم بدل ما الراجل يوصلهم للقطر عطلهم عن القطر، وبدل ما يلحقوا القطر ويركبوه القطر مشي وسابهم في اللحظة اللي هما دخلوا فيه المحطة. زعلوا شوية ساعدها، ولكن يفاجئوا ان القطر دوت بعد ما اتحرك قامت فيه حريقة، واتحرق فيه ناس كبيرة وكتيرة جدا وهو ماشي، وكانت حادثة من الحوادث الصعبة اللي الشهيرة جدا في الثلاثينات من القرن الماضي. ده أول موقف. مرة تاني بيحكي لنا سيدنا إنه هو كان في معسكر تبع الجيش، وكانوا بيعلموهم السباحة، وهو اتعلم ازاي ينام على وش المية كده، يسترخي وينام على وش المية، ولأنه رجل شاعر ورجل بتاع أفكار، ابتدى وهو نايم يدندن بالشعر ويألف أبيات، وهو نايم مبسوط مش واخد باله المية قعدت تشده لجوه. فجاله فكرة انه ممكن يكون بعد في عمق المية أبعد من الطول بتاعه. فأول ما حس بكده وقف، بيقول سيدنا البابا كان آخر مسافة يقدر يقف فيها، لو كان اتأخر أكتر من كده وكان داخل لجوه كان ممكن يقف. ربنا كان بيحافظ عليه وبيمد في عمره عشان يحضره ان هو يجي يبقى موجود في الكنيسة. من ضمن المواقف العجيبة وهو في المغارة، كان مرة نايم
في المغارة بتاعته في الجبل، وبعدين بيقول شعرت زي ما حد بيصحيني. فقام، فأول ما قام وقعد كده لقى عقربة كانت ماشية جنب راسه عند رقبته بالظبط. يعني لو كان ما ربنا ما صحح ما خلاهوش يصحى في اللحظة ديت، كانت العقربة وصلت فيه ولدغته في رقبته. ومرة تاني بيحكي لنا انه كان مرة واقف على باب المغارة برضو، وبعدين في شقفة اللي هي زي الخوص بتاع النخل دوت، شقفة نخل مرمية قدام باب المغارة، يقول يا ترى ممكن يكون في حاجة تحت الشقفة ديت. فهو رفع الشقفة، فوجئ ان الرملة عمالة تتحرك بتعوم كده، معناها ان في تعبان تحت الرمل. فالمواقف من كده هوت تورينا ان ازاي ربنا كان معاه، وازاي ان هو كان بيحافظ على حياته عشان ما يجيبه للكنيسة. ويمكن حادثة المنصة دي من أقوى الحاجات اللي بنقولها إزاي ربنا حافظ عليه. الفرد الوحيد اللي راح من الكنيسة المنصة هو الوحيد اللي مات مع الرئيس السادات في حادثة المنصة. يعني اللي راحوا هناك كانوا عاوزين يقتلوا الرئيس، ولما لقوا جلابية سودة راحوا نشوها كمان. لو ما كانش سيدنا راح الدير قبليها ب32 يوم كان زمانه ساعتها في المنصة، وكان ممكن يكون من ضمن اللي ماتوا في المنصة. ربنا كان بيحافظ على حياة سيدنا البابا علشان الكرسي وعشان الكنيسة وعشان. وعاوز أقول لكم برضو قبل ما أدخل على حتة التدقيق، قداسة البابا كان مدقق في حياته الروحية من هو شاب صغير. ودي نقطة مهمة جدا تعلمنا ان كل ما الواحد ابتدى بدري مع ربنا، كل ما ينمو وكل ما يوصل لدرجات كبيرة في الروحيات. ساعات احنا نقول ان اللص اليمين ربنا قبله على الصليب في اخر لحظة، اخر لحظة على الصليب ربنا قبله. طب هل هي الفرصة متاحة لنا جميعا لاخر لحظة في عمرنا؟ وسيدنا البابا بيقول كلمة دايما يقولها، صحيح ان اللص اليمين قبل في اللحظة الأخيرة من حياته، وفي ناس جم في الساعة الأخيرة من النهار وقبضوا الأجرة دينار. إنما تفتكروا كده، اللي عاش مع ربنا عمره كله زي اللي عاش مع ربنا في آخر عمره، واللي عرف ربنا عمره كله زي اللي عرفه في آخر لحظة، تفرق طبعا. واللي حب ربنا من اول دقيقه، هل منزلته ونجمه هتكون زي نجم واحد جه في الاواخر؟ اللي بيجي في الاواخر دوت عشان ما تضيعش عليه الابديه. بس كل ما الواحد يبدر مع ربنا، كل واحد ما يبدر مع ربنا، كل ما يتمتع بربنا وينمو اكتر ويعرف اكتر ويحب ربنا. سيدنا البابا كان أمين جدا في حياته مع ربنا، وابتدى من صغره يدرب نفسه في أمور كتيرة. علشان كده كانت عزاته حلوة وحياته حلوة. ليه؟ لأن هو بصراحة كل حاجة وعظها لينا كان عايشها هو بنفسه. ما كانتش زي ما يجي واحد خادم يقرأ كتاب بسرعة قبل الوعظة عشان يقول منه كلمتين. لا، هو كان صحيح بيحضر، وهنتكلم على التدقيق في حياته في الخدمة في التحضير، إنما اللي كان بيقوله كان معاش. وقبل ما أكلمكم على التدقيق، من ضمن الحاجات مرة كده من المرات كان قاعد في لحظة ذكريات، فبيقول لنا أنتوا فاكرين الحاجات اللي أنتوا قدامكم سهلة دي كانت موجودة قدامنا؟ إحنا لو سألنا أي حد عن مفاهيم كتيرة هتلاقي الناس تكر كلام بسهولة. يعني مثلا نقول لأي حد ايه رأيك في الخدمة، يقول العمق أهم من الكمية. نجاح الخدمة في عمقها، نجاح الصلوات في حرارتها مش بعدد المزامير،
احنا عرفنا حاجات كتيرة بقت شبه بديهية بالنسبة لينا. الحاجات دي ما كانتش موجودة في أيام سيدنا، وكانوا بيوصل لها بالتدقيق ومحاسبة النفس وتحليل كل الأمور. يقول كده: كنت أمشي ومعايا نوتة في جيبي وأكتب كل موقف حصل أثناء النهار، وأرجع بالليل أقول حصل كذا، فلان الغلطان دوت لما أنبته زعل استفاد ولا لا. تاني يوم يقول: الزعل خلاه ما يجيش الاجتماع، يبقى التأنيب ما كانش مفيد. طيب أكلمه عن إيجابياته قبل سلبياته، نفسيته استريحت، ويقعد لأنه هو مهتم أنه هو ينمو في الإيجابيات، وأنه هو مهتم أنه يريح الناس، يقعد يدقق في كل حاجة لدرجة يكتب التصرفات اللي حصلت أثناء النهار، ويرجع في آخر اليوم يقيم هذه الأمور. هو سيدنا البابا مشهور عنه أنه كان إنسان مدقق جدا. أول حاجة ناخد بالنا منها دقته في الكلام. يعني احنا ساعات كنا نعتبر ان كلامه ده قفشات، يعني مثلا لما يجي واحد يقول له: يا سيدنا انا بكره هعمل عمليه، فيقول له: لا يا ابني انت مش هتعمل عمليه، انت هيتعمل لك عمليه. ساعات كنا نعتقد ان هي يعني ايه مسك له قفشه، يعني كان نوع من المرح، ولكن لا، هو طبيعته ما ينفعش يقول تعبير يكون خاطئ. لو كان في جواب مثلا حد هيكتبه له وفي غلطة إملائية، يقعد يقرأ الجواب بدقة وبعدين يقول له: صلح دي. يقول له: سيدنا أصلها دي بسيطة، مين بياخد باله من همزة على الألف ولا مش موجودة؟ يقول له: حبيبي ما يصحش أمضي على حاجة فيها غلطة. طبيعته كمدقق ما يحبش الغلط وما يحبش يعدي غلطة. في كلامه كان مدقق جدا، فتعبيراته كانت يعني ياخد باله من كل كلمة. من ضمن تدقيقه في كلامه، ساعات الناس تقول تبقى اتنين تلاتة قاعدين مع بعض، واحد يقول كلمة على واحد، وبعدين يجي اللي اتقال عليه الكلمة ده يقول له: انت قلت عليا كده قدام الناس، انا زعلان منك. سيدنا البابا عمره ما قال كلمة في اجتماع مغلق كان يحرج منها إذا عرفت في العلن. يعني وهو قاعد مع واحد أو مع اتنين أو مع تلاتة وبيتكلم، زي ما هو قاعد ماسك ميكروفون وبيتكلم قدام آلاف من الناس. اللطف في الكلام، التعبيرات اللائقة، احترام الآخرين، الكلام اللي هو ما فيهوش عيبة، ما فيهوش جرح للمشاعر، ما فيهوش استهزاء، وهو في حجرة مغلقة نفس الاحترام ونفس الدقة في التعبيرات. ودي حلاوته. يعني عمر ما حد جاء له: يا سيدنا انت قلت عليا كذا. طبعا ما حدش، يعني ان كان ينفع ان الواحد يقف قدام البطرك ويقول له هذه الكلمة، انما عمرها كموقف ما حصل. كان في الكلام في يعني في وعظة قالها يا ريت تدوروا عليها، موجودة طبعا في كتابة اسمها أخطاء الكلام. مرة ذكر فيها يمكن ولا 150 غلطة ممكن الناس تقع فيها في كلامها. إنما من ضمن الأخطاء الكلام اللي كان هو عمره ما يقع فيها وينبه الناس زي ما ليها، التعبيرات السلبية. يعني ما كانش في حد من اللي حوالين سيدنا يقدر يجي يقول له: يا سيدنا فلان دوت كذاب. حتى لو سيدنا بيحقق في موضوع، حتى لو سيدنا بيسأل على الموقف رسمي في قضية، يقول له: ازاي يا حبيبي تقول كذاب؟ كلمة دي تقيلة قوي، الكلمة دي صعبة، ازاي تقول فلان كذاب كده؟ يقول له: يا سيدنا انت مش قداستك بتسأل الكلام ده صح ولا غلط؟ يقول له: حبيبي لا، تقول الكلام دوت ممكن يا سيدنا ما يكونش صح، او الكلام ده ما حصلش كله، او فلان اللي بيقول الكلام ده يمكن ما يكونش متذكر، او يمكن مش كل الكلام دقيق، او على الاقل
تقول الكلام ده مش كله صدق كله، إنما تقول كلمة كذاب مرة واحدة دي ثقيلة. وتلاقوا على بمثل هذا القياس كل الكلام ده. يعني لو رجعتوا تسمعوا وعظات سيدنا من جديد تاخدوا بالكم ما كانش يتكلم عن الخطية بل بيتكلم عن الفضيلة. يعني ما كانش يقول للناس الناس الفطرين دول ما بيطعوش الكنيسة، إنما كان يقول إيه؟ الناس الصايمين بيتمتعوا إن هم خدوا إرشاد الكنيسة. فرق، هي نفس الحكاية، صيام وعكسه عدم صيام، ولا فطار وعكسه عدم فطار. هو دايما يقول الكلمة الإيجابية، تمام؟ ما يقولش، ما يوصفش الخطية، ولكن يوصف عكسها بالبر. والكلام دوت الناس اللي تعودت تسمع سيدنا وتعودت تتكلم زيه بقت علاقتها حلوة بالناس. يعني لما يجي واحد، ما أكتر المواقف اللي الناس تتكلم فيها مع بعض وتقول كلمة تجرح، إنما اللي تعودوا على لغة قداسة البابا في الكلام الرقيق يكلموا بالطريقة دي. يعني في واحد يقول له واحد انت اهنتني، واحد يقول للتاني الكلمة دي وجعتني، تفرق. واحد يقول للتاني اللي انت بتعمله ده تبقى حرامي وبتسرق، والتاني يقول له لو احنا تصرفنا الموقف دوت كأننا بناخد حاجة مش حقنا. ففي فرق بين التعبير الموجع وفي الكلام الايه اللين. وسيدنا دايما في كلامه تدقيقه في كلامه كان يستخدم التعبير اللينة بتبني. وياريت الخدام كده هوت ياخدوا بالكم الموضوع ده في الخدمة. يعني انت ممكن تتكلم عن الشباب، وبدل ما تتكلم تقول الشاب الوحش بيقعد على القهاوي، تقول الشاب الحلو بيقعد في الأماكن المقدسة. ممكن تقول الشاب الوحش بيشرب سجاير، ممكن تقول الشاب المتدين لا تسيطر عليه عادة رديئة. فالخدام ننصحهم يستخدموا طريق سيدنا بالكلام الإيجابي. وفي بيوتنا، يعني أنا ممكن أقول لابني ولا بنتي شكلك وحش، مظهرك مش مناسب، اللبس مش عارف إيه، ونلاقي البيت ولع وبقى في حريقة. طريق سيدنا قول ايه؟ في لبس تاني احلى من دوت، في تصريحة تانية حلوة، ودي ممكن استخدم هذا الاسلوب اللي هو الكلام اللي بيب. تعبيراته دقيقة وتعبيراته ايجابية، لا يخجل من كلمة يقولها سرا. ووصل من كتر ما هو امين في كلامه، كان مرة في حديث تلفزيوني بيتكلم قال في خطايا ما بنقدرش نعملها لانها ضد طبيعتنا. فالمذيع استغرب قال له يعني ايه خطايا الواحد ما يقدرش يعملها؟ فقال له زي الكذب مثلا يا حبيبي، ما نقدرش نكذب لان احنا ما بنحبش الكذب، ما نقدرش. من كتر ما هو امين في كلامه في تعبيراته فكان ايه؟ ما يقدرش يكذب زي معلمنا كله. كان دقيق جدا في خدمته، في كل خدمة مش بيبص بالعمل الأساسي فقط، ولكن العمل الأساسي والحاجات الكتيرة اللي حواليها المفروض تتعمل. يعني من أيام ما كان خادم وكان ماسك ملجأ مدارس الأحد، الحاجات اللي تتعمل النهاردة بديهية كان هو اللي ابتداها. يعني كان زمان ينزلوا يجيبوا 15 قميص لونهم أزرق وبطلون مش عارف رمادي، يلبس الأولاد يمشوا في الشارع يعرفوا أنهم دول أولاد ملجأ الإيمان مثلا. فأول حاجة ابتدى يجيب للأولاد لبس مختلف، علشان مش الهدف بس أني أكسي الأولاد، ولكن جنب كسوة الأولاد ما جرحش مشاعرهم. وابتدى بدل ما يبقى الملجأ اسمه ملجأ وبعض الأولاد يتعبوا من هذا الاسم، سماه بيت مدارس الأحد. وابتدت بعد كده الناس تقول نسمي تسميات جمعية ودار وبيت، واللي ابتدى الكلام ده قداسة البابا. ابتدى عناوين الأولاد بدل ما كلها تبقى على عنوان الملجأ في المدرسة،
ويبقى معروف في السجل بتاعهم ان هم عنوانهم على الملجأ، عمل عنوانهم على شقته هو، بيته هو كخادم، فما بقاش يتعرف ان دول جايين من ملجأ او جمعية معينة، لانه هو وهو يهمه بيخدم، يخدم الاساس الرعاية بكل جوانبها، يرعى الاولاد ويهتم بمشاعرهم. يحكي لنا مرة سيدنا ان مرة جاله جواب على البيت ان ولد من الاولاد غاب من المدرسة، فقعد معه قال له حبيبي انت غبت عن المدرسة اليوم الفلاني ده ليه؟ فالولد بص له كده، والاولاد كانوا يحبوه جدا لان هو كان اب وكان اخ وكان صديق، والولد راح بكى فترفق بيه كده شوية، فالولد قال له أصل بصراحة أستاذ نظير اليوم دوت كان علي الدور في أن أنا أمسح الأرض، المشرفة بتخلينا نمسح الأرض قبل ما ننزل نروح المدرسة، فأنا لما مسحت الأرض وصلت لقيت المدرسة متأخرة، تأخرت على المدرسة ما قدرتش أدخل، فقعدت في الشارع لغاية ما خلص اليوم، لانه كان لطيف واللي بيهتم بمشاعر الاولاد والخدمه متكامله، الاولاد قدروا يقولوا لهم مشاكلهم، وهو من يوميها خد قرار ان ما ينفعش الاولاد يعملوا مثل هذا العمل يسبب لهم اهانه وجرح المشاعر. سيدنا مدقق في خدمته، وبالرغم ان كل الكلام اللي بيقوله لنا في العظات متاخد من حياته الشخصية ومن علاقته بالكتاب المقدس ومن اختباراته مع ربنا، ولكن كان يهتم جدا ان يقعد يرتب افكاره، لازم يحضر الوعظة قبل ما يقولها. وحتى مرة كتب كده هوت في صفحة الرعاية في الكرازة ان من احترام المخدومين ان المتكلم يحضر الوعظة بتاعته قبل ما يقولها، وكان ممكن وهو بيتكلم الورق اللي هو حطر فيها النقط كده قدامه يرفعها يبص فيها يحطها على جنب ما يكسفش من كده، بيشجع الاساقفة والكهنة والخدام في كل مكان ان هم يحضروا افكارهم. يقول لك من حق الشعب علينا ان هم ياخدوا احسن فكرة عندنا، من حق الشعب علينا ان هم ياخدوا افكار مرتبة، من حق الشعب علينا ان هم ياخدوا موضوع متكامل. فالاخر لحظة لاخر وعظة قالها في حياته كان محضرها، بالرغم ان بتجيب التحضير ده منين يا سيدنا؟ بتقرأ كتب عشان تاخد منها فكرة، ده انا اللي بألف الكتب يا ولادي، ده من جوه، ده أنا بخرج من كنزي جددا وعتقاء، بس لأنه المدقق في خدمته يهتم إن هو يقف يعرف احتياج الناس ويديهم اللي محتاجينه بالظبط. مرة كان رايح يوعظ في شبرا في اجتماع معمول للخدام، وأول ما الشعب عرف إن البابا شنودة، مش فاكر كان ساعتها البابا شنودة ولا نيافة الأنبا شنودة الأسقف تعليم، الكنيسة اتملت رجالة وستات وأولاد وبتاع، فهو دخل الكنيسة لقى الشعب مختلف، وهو جاي محضر عن الخدمة، قال لهم قولوا ترنيمة، وبسرعة راح قاعد كتب أفكار كده لوعظة للشعب. ودي مهمة جدا ان احنا نتعلم من سيدنا، ان انا اشوف اللي قدامي ودي له احتياجه. ساعات انا بدي الناس اللي قدامي اللي انا عاوز اديه لهم مش اللي هم محتاجينه، ودي نقطة مهمة خصوصا لما نكون خدام او لما يكون لنا اولاد في بيوتنا، انا اكون عاوز ادي اولادي الحاجة اللي هم محتاجينها فعلا. كان بيدقق في الرسامات جدا جدا جدا، واديكم انتم عارفين وشفتوا لما روحنا نرسم كذا مرة، ولك الشعب يجي ويدخلهم ويقول لهم بصوا يا أولادي محللين مباركين تقولوا اللي انتوا عاوزينه واكتبوا اللي انتوا عاوزينه، ويوزع ورق من عنده في المقر
عشان ايه؟ بضمن ان كل واحد كاتب صوت واحد بس بتاعه، وبعد ما يدي حل للناس ويطمن الناس ويفهم الناس يبتدي ايه؟ يقرا ورقه ورقه بنفسه. فكان يدقق في الرسامات. مره كنا معاه في سفريه من السفريات، وبعدين كان في موضوع في الخدمه كده هوت، احد الاخوه راح لم توقعات وجاب مجموعه من الناس، قال له يا سيدنا نحن شعب الحته الفلانيه وجايبين توقعات وعاوزين نقعد معاك دلوقتي. فقال لي ايه؟ بص يا حبيبي انا ما باخدش بالتوقعات. قال له ازاي يا سيدي؟ قال له في ناس بتمضي وهي مش عارفه بتمضي على ايه، خد امضي يا فلان ويمضي. وفي ناس يمضوا مكسوفين، في ناس يمضوا وهم خايفين يحصل لهم ما مضوش يتقال عليهم وحشين. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو انتوا جايين تناقشوني في موضوع في الخدمة ما ينفعش اقعد معاكم كلكم مرة واحدة، لان في نفس القعدة ممكن يبقى في حد ليه رأي عاوز يقولهولي على جنب. انا اجيبكم واحد واحد وكل واحد فيكم يقعد لوحده معايا وكل واحد يحكي معايا زي ما هو عايز. كان يهتم جدا بكل احتياجات في الخدمة، مدقق في الخدمة حتى في الحاجات اللي ممكن ان اخرين يعطوا فيها اعذار لنفسهم. يعني كان القداس عشان يصلي يقعد واقف طول القداس، وما فيش عذر بالسن ولا بالصحة ولا بالمقدرة ولا بالرقب ولا بحاجة. وقفة سيدنا المشهورة انه واقف ومسنود على العكاز بتاعه، لدرجة بتوع السم والبكم بيستخدموا الإشارات عشان يعبروا عن أي واحد. كلمة البابا شنودة التالت عند السم والبكم ازاي خدوا حركه من الحركات المشهوره ان هو واقف مسنود على العكاز بتاعه كده هوت، وبقت هي ديت الاشاره لما السم والبكم يتكلموا بلغه الاشاره. واحد عاوز يقول له انا عايز اروح ازور البابا يعمل كده هوت، فالتاني يفهم ان هم بيتكلم على البابا شنود. كان مشهور عنه انه يدقق قوي في وقفته في القداس، ما يحبش حد يتكلم في الكنيسة، يحبش حد يتحرك في الهيكل، يقول ما حدش يدخل الهيكل إلا الشماس اللي بيخدم المسبح. ما ينفعش أنا أدخل مثلا مصوراتي عشان هيصور لي مناسبة جوه الهيكل، أجيب شماس يكون بيعرف يصور ولابس التونية ويخدم الهيكل ويدخل جوه الهيكل ويصور. فكان مدقق جدا في كل أمور الخدمة. كان بيدقق في العطاء وكان مشهور بعطائه من صغره. على فكرة سيدنا البابا مسك موضوع لجنة البر اللي كان ابتدى أبونا بطرس وكمله بعد نياحة أبونا بطرس واهتم بيه قوي. بس اوعى تفتكروا ان العطاء في حياة قداسة البابا ده ابتدى لما بقى بطرك ولا لما اهتم بلجنة البر، ده من صغره. يعني لما كان ماسك بيت مدارس الأحد مرة جاله واحد فقير عاوز لحم، فقال للمشرفة اللي ماسكة ساعتها، كان في مشرفة ماسكة الأولاد الصغيرين، اديله لحمة من اللي جوه. قالت له ما فيش إلا اللحمة اللي تبخها للعيال بكرة. قال لها اديها للراجل الغلبان بره. فكانت مزمزقة كده شوية، يعني هندي للراجل الشحات والعيال ياكل ايه بكرة؟ فقال لها اديها. فبعد ما اديت الشحات حتة اللحمة بعديها بشوية خبط واحد وجايب لهم ذبيحة كاملة للأولاد. قال شفتي لما ادينا ربنا بعت ايه؟ فهو سيدنا كان محب جدا للعطاء من صغره. ولما راحت رهبن، بعد ما ترهبن ابتدى ناس كتير يجي خبطوا على البيت، فين الاخ نظير؟ فين الاستاذ نظير؟ اصل احنا كنا متعودين ان احنا نيجي ناخد من هنا. وتعرفت امور كتير.
إنما بقى الدقة في العطاء. يعني إيه؟ ممكن الواحد يدي ويبقى مبسوط الندى، إنما هو حمده حبة قواعد كان دايما يحفظها لنا في لجنة البر: ما تأجلش العطاء لبكرة، لا تقل تعالى غدا وعندك موجود. دي آية موجودة في الحكمة. فكان يهتم جدا إنه ما يأجلش العطاء، وكان يهتم إن يعطي احتياج الناس. لما كان حد يدخل له في لجنة البر يقعد يسأل: محتاجين إيه؟ ناقص إيه؟ محتاجين حاجة تاني؟ طب الحاجة الفلانية اللي انتوا بتقولوا جبتوها ازاي؟ مرة واحدة ست كان بنتها تتجوز، وبعدين بيقول مطلوب مبلغ كذا والأسرة دفعت كذا، فسألها: دفعتي الكذا اللي انت دفعتيه ازاي؟ قالت له: كان عندي حتة صيغة يا سيدنا بعتها. قال لها: يصحت بيها الصيغة دي؟ اتأثر جدا، اتأثر جدا، واداها المبلغ اللي دفعته عشان ما يبقاش وهو بيدي البنت. الام اتحرمت من حاجة عندها. وبعد ما خرجت قال: الصيغة دي بالنسبة للست حاجة مهمة، وتعتبر اعتمادها في الحياة، وفي ناس بيشيلوها للمرض، وفي ناس بيشيلوها كذا. ما يصحش واحنا بندي العروسة اللي هتتجوز نكون خدنا حاجة امها تكمل بيها. فكان يدقق في الاحتياج، هل وفى الاحتياج كله ولا لا. وكان وهو بيدي يهتم ايضا ان ما يكونش حد مكسوف او خايف منه. كان في ناس يدخلوا قدام بقى قداسة البابا المعظم يعني مشاعر مختلفة، في اللي فرحان انه شافه اول مرة، وفي اللي من كتر الفرحة بيبكي بانفعاله، وفي اللي مكسوف يطلب منه. فكان يقعد يترفق بالناس وينكت معاهم ويضحك معاهم ويشيل همهم علشان يوصل للهدف الاساسي، انه يقدروا يقولوا له كل احتياجهم. وما كانش فيه في نظره حاجة الناس بتطلبها دي زيادة. يعني ساعات كان يجي واحد يقول له: فلان بيطلب كذا، ده بيتدلع. يعني ايه بيتدلع؟ يعني ده احتياجه الشخصي، ليه بتعمل معاه كده؟ فكان مدقق جدا في العطاء. اغرب قصة في عطاء سيدنا، ربنا اداني نعمة ان انا دخلت طرف فيها عرفتها ونقدر نقولها دلوقتي بعد نياحة السيد. في مرة من المرات، الكلام ده من حوالي 7-8 سنين، سيدنا نداه لي قال لي: تعالى بص، فلان دوت كان شغال في المكان الفلاني، وساعة لما انا رحت في التحفظ في الدير مشوه، والراجل اتبحت، وكان مفروض حد يديله اعانه، ودي كانت مسؤوليتي، وهو الراجل مشي وما نعرفش. وقعد سيدنا يعد السنين اللي كان مفروض الراجل ده ياخد فيها مساعده. قال: ده 18 سنه ومفروض ياخد كل شهر كذا. قال لي: تاخد المبلغ دوت اللي هو شهريه 18 سنه سابقه، وتروح تحطها له، تفتح له دفتر بوستة وتحطها له، هو حر يتصرف فيها زي ما هو عايز. طب يا سيدنا انت ما كنتش موجود، وهو ما جاش طلب، والموضوع اتقضى خلاص وعاش عشته، وانت اكرمته النهاردة. لا، ما سيبش فترة سابقة ما قلتش ما لياش دعوة بيها. فكان مدقق جدا في العطاء، يعني يوفي الاحتياج وما يتحججش. مرة واحد بعت له ورقة قال له: أنا عريس ودخل على الجواز وعاوز بركتك يا سيد. فبعت أحد الخدام قال: روح اسأله هو محتاج إيه. فالخادم راح قال له إيه؟ قال له: بصراحة أنا حضرت كل حاجة، أنا عاوز أي بركة من سيدنا كده إيه، وأنا داخل على إيه يوم الفرح تفرح. فرجع الخادم دوت يقول له: سيدنا هو الراجل بيقول كل حاجة كاملة وكل حاجة، عاوز أي مبلغ يفرح بيه يوم الفرح، أنا رأيي نديله كذا. فسيدنا بص له بحزن قال له: بس كده؟
يعني هو دوت اللي انت مهتم بيه؟ فراح سيدنا طلع مبلغ اكتر من اللي قاله الخادم دوت وقال له تروح دلوقتي وما تسيبش الولد دوت وتسأله محتاج عن ايه وترجع لازم تقول لي حاجة. فالخادم طبعا سيدنا مديله امر فراح محتاج ايه يا ابني؟ لا مش محتاج حاجة. الله يخليك سيدنا هيزعل مني. قعد يلح عليه لغاية ما فعلا الرجل كان محتاج حاجة احد الاجهزة المنزلية اللي ناقصاه. فراح رجل سيدنا فسيدنا امر له بهذا الجهاز الرئيسي. فيدقق في العطاء ما يتأخرش، يعطي عن فترات سابقة، يعطي الاحتياج وما يحملش الأسرة في العطاء، ويدي الناس اللي تتكسف تسأل. ودي كان المهم. كان يحصل ايه؟ بعض منكم كان بيجي ساعات يسلم عليه بعد الوعظة او ساعات ناس كانت تيجي في المقر وسيدنا هو نازل زيارة من زيارات يعدي كده ويستقبل الناس، وزحمة كتير وناس واقفة واللي يسلم، وساعات ناس تسق وساعات ناس عاوزة تتصور ودوشة ومش عارف ايه. ويدخل سيدنا بعد الوعظة ممكن يكون منهك او ممكن يكون في زحمة كتيرة، ويقول للناس ابعدوا مش قادر اسلم تعالوا نروح نمشي وسطهم، ويطلع فوق وبعدين ايه يندح حد من اللي موجودين حواليه. يا ما المنظر ده شفناه كتير، يا انبا يؤنس، يا انبا ارميا، يا ابونا فلان، يا ابونا فلان، الناس اللي بيخدموا معاه. عارف فلان؟ يقول له ايوه يا سيدي. عارف فلان؟ يقول له ايوه. اللي هو ايه؟ يقول له هو فلان الفلاني من الحتة الفلانية اللي. يقول له طيب تاخد تدي له الظرف دوت. عارف فلانة؟ يقول له مين اللي هي فلان؟ يقول له لا. يقعد يتأكل لغاية يقعد، وهو بمجرد ماشي وسط الناس كده هوت فلان دوت كان وقف من فترة وعرف احتياجه فبقى عارفه، بقى منين ما يجي موجود في هدوء وصمت يعطي. وفلانة ديت عارف انها أرملة ولا أولادها في التعليم ولا جوزها بيتعالج، ويعرف احتياج الناس بمجرد ما يمشي في وسط الناس في هدوء وصمت، في هدوء وصمت يلم الاحتياجات. وربنا كان مديله نعمة ذاكرة قوية، والناس اللي سلمت تمشي، والأحباء اللي تعودوا على حنانه كل واحد يقف يتشغل كده وقت في مكان، وتنزل في هدوء وفي سرية كل واحد تجيله حاجته والكل يمشي. فكان يهتم جدا ان الناس اللي ما بتطلبش واللي تتكسف انها تاخد برضو يجيلها. كان مدقق في العطاء، وكان يرجع يسأل الخدام اللي معاه لقيت فلان؟ فلان 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 ده مشي، طب دوروا عليه، طب تليفونه، طب هاتوا، طب مين يعرف سكته. بس كان مدقق، مش ان انا كنت ناوي اطلع 50 قرش وست شحات وقبل ما طلعت دورت على فكة دورت راسي لقيتها مشيت خلاص جت منها. لا، ده مدقق ان هو يوصل في العطاء. كان مدقق مع نفسه، ومش هنقدر نتكلم في النقطة دي كتير لان دي حياته الخاصة، انما هو كان امين جدا لاخر يوم في 89 سنة اللي عاشها في اصوامه. بنسمع كلام عجيب النهاردة، أبونا اديني حل بكوباية لبن، أصل بيجي لي حموم، أصل باخد دواء، أصل تعبان، أصل مش عارف. هو كان دقيق مدقق جاد. صيام يعني صيام أسبوع الآلام دوت اللي هو النظام الرهباني اللي نقدر نقوله، مش الأمور الخاصة. معروف ان الرهبان في الصيف اسبوع الالام كسرت خبز ناشفه وحبه ملح او دق. مدقق في الصيام. الجمعه العظيمه لغايه ليله العيد ما فيهاش نقطه لا كسرت خبز ولا ميه ولا اي حاجه. يقول لك احنا سيدنا البابا كان
واقف مهفت قوي ليلة العيد، واحنا جمعة العظيمة خلصنا الاكل اللي قد كده، بقى جمعة عظيمة بس في 5-6 انواع في البيت موجودين. دقيق في الصيام، دقيق في حياته، كأنه لسه شاب صغير النهاردة في المغارة، راهب متوحد أو خادم في مدارس الأحد. في أكله، في حكمه على نفسه، في ملاحظته لأموره. يعني كنت أتمنى أن أتكلم في هذا الموضوع، إنما أقصى ما تتخيلوه عدوم مراحل. ويمكن ده يكون مهم لنا جداً، إن إحنا لازم نكون مدققين في حياتنا الخاصة، في أصوامنا، في لبسنا، في كلامنا، في قعدتنا. البابا وهو قاعد لوحده هو بطرك، وهو قاعد بيقرأ هو بطرك، وهو قاعد بيفكر بطرك. كان ساعات الواحد ممكن في أوقات مسموح ندخل عليه فيها، في أوقات طبعا لو أغلق الباب أو في خلوة أو في قليته أو محدش يقدر يتحرك بره، دي مغارة، ده جبل. إنما في أوقات كان يبقى مسموح ندخل وندخل نبص عليه ما نسلمش عليه، في صمته واضح إنه في خلوة، بيكلم ربنا أو بيفكر في أمر من أمور الخدمة أو بيرتب أمر مهم. صدقوني أوقات كتيرة كان الواحد ممكن يدخل يقعد معاه أو يقعد في المكان اللي هو فيه وما يقدرش يكلمه أو يسلم عليه. بالأكتر من كده، أنا لا أنسى مرة كنت في البطرخانة في أحد المكاتب، وقاعد مع أحد الإخوة بنشتغل على جهاز كمبيوتر، كان في موضوع بنشوفه، وبعد 10 دقائق ربع ساعة اكتشفنا أن القداسة البابا دخل في صمت كما هو يحب الصمت ويحب الهدوء، لألا يزعجنا دخل وقعد على المكتب في الأوضة من جوه في كورنر الأوضة وشغال، وإحنا مش واخدين بالنا إنه قاعد في الأوضة. آخر حاجة هختم فيها، كان دقيق جدا في عطائه المفرح من الكلمات المبهجة، ودي مهمة قوي صدقوني. أولا ما كانش يندح حد بلا لقب، يعني قداسة البابا البطريرك البابا المعظم ثالث عشر الرسل، لما كان يلاقي خادم سنه 25 سنة داخل يقول له ازيك يا باش مهندس، ازيك يا دكتور، ازيك يا حبيبي، ازيك يا تسوني. احد التسونات ترددت عليهم كم مرة، بعدين قال لها انا هقول لك بدل تسوني تاشيري، تسوني يعني اختي، تاشيري يعني ابنتي. ده سيدة لو قالها تعالي يا فلانة تيجي فرحانة. كان ينادي الكهنة يقول لك ازيك يا ابونا فلان، ده لو قال له يا بطرس ده الواحد يتمنى سيدنا ينده اسمه. انما كان يعطي لقب لكل من يتعامل معه. كان يشكر على كوباية مية مع جزيل الشكر. تخيلوا لما البابا المعظم واحد يجيب له كوباية مية ويقول له مع وافر الشكر بكلمات مرتبة باحترام، كأنه بيتكلم في ميكروفون قدام الشعب، تعبتك، احنا بتبذلوا جهد كبير معانا، كم الثناء وكم اللطف وكم الاحترام وكم الكلمات المبهجة اللي كان بيقولها كان كثير جدا. وكان يخجل بالحقيقة من الناس اللي حواليه، اللي الناس تتمنى تيجي تقف قدامه أو تقدم إليه خدمة، كان يخجل من اللي يجي المقر الباباوي عشان يعمل أي عمل. عطلناك يا حبيبي عن شغلك، تعبناك، سبت شغلك، سبت بيتك، سبت وقتك المهم. كلام كان الناس تبقى طايرة من الفرح. كان في لطفه، كان إنسان محب جدا. هو بصراحة أسس كنيسة قوية، وكل شيء حلو جوانا موجود معانا النهاردة قداسة البابا هو اللي ابتداه وهو اللي زرعه. صدقوني الواحد لما يتأمل منهج البابا وأسلوبه في أمور كتيرة، في حاجات كتيرة قوي كانت في وسط العظات بدون ما تبقى كده واخدة عنوان. طريقته في الرد، تعليقه، مرحه، طريقة تفكيره، الحاجات دي اتغرست فينا كلنا.
وخلى الكنيسة قوية وخلى شعبها شعب قوي ماسك في المسيح. احنا الواحد صراحة بيتأثر من نقول البابا سابنا او وحشنا او ما سابناش، ولكن هو بالحقيقة زي ما بيقولوا الصعايدة اللي خلف ما ماتش، هو رب شعب قوي. ربنا يعطينا نعمة ان احنا نكون امناء، وكل ما هو سلمه لنا واستلمه من السيد المسيح نكون امناء فيه، نقتني الدقة في الحياة. ولربنا المجد الدائم.